ما في شعوب اصلا زي الشعوب في اندونيسيا لما دخلها الاسلام. اندونيسيا كيف دخلها الاسلام هو اصلا اللي هي اكثر دولة, اكثر دولة او نسبة المسلمين كانت في يوم من الايام في القرن العشرين, في القرن العشرين اعلى نسبة مسلمين في العالم الاسلامي كانت موجودة في اندونيسيا. طبعا الان صار على فكرة صار الان في تبشير فيها, وبيستغلوا انه المسلمين غير العرب مرات, مسلمين غير العرب لان بفهموش الاسلام وفي فقر مرات ومناطق بعيدة هيك ومتخلفين, والتبشير له اساليبه, تبشير المسيحي اقصد له اساليبه في تضليل الناس واستغلال ضعفهم. والضعف طبعا وين انت بيستغل الضعف كان على فكرة التبشير الغربي الضعف غالبا كان يركز في ثلاث قضايا, فقر, الفقر وقضية المستشفيات والطب وقضية المدارس والتعليم, ركز على هذول, يركز على هذول الثلاث لانه هذا اللي الانسان بيكون فيها ايش جاهز يتعاطف معك. فقير بتعطيه فقير, بعدين في المستشفى وانت بتعالجه تمام, وانت اللي لذلك على فكرة المستشفيات اللي انشئت في بلادنا لعلمكم اكثرها كانت تبشيرية, بما في مستشفى رام الله الحكومي هذا كيف بدأ تبشيري. ومين كان فيه على فكرة النيرسات الموجودات اللي هم يسموهم ممرضات كانوا الرهبات اللي كانوا في قبل ما يتحول فيما بعد لمستشفى حكومي. وشوفوا في القدس كمان المستشفيات كلها شو أصلها كان لحد اليوم في منها لا يزال. فكانوا يدخلوا للناس عن هذا الطريق, خصوصا إحنا المسلمين يعني يدخلونا وين في فقر جمعيات ومش جمعيات وأعطي مساعدات, وين في الطب وبكون إنسان ضعيف ولما تعامله بلطف هيك وتمام. ومين اللي بيعامله بلطف؟ الرهبة كانت تكون لابسة وهي الممرضة اللطيفة, على فكرة بيكونوا لطيفين جدا ولكن في أحيانا بتلاقيهم إيش بشعين في جرائمهم, لكن قادرين إنهم يبينونك إنهم لطيفين لما بإيش لما بدهم يكسبوك ولما بيشعروا إنه هذا الطريق بزبطش بكشروا عن أنيابهم, تجد مجرمين غير شكل. طيب الآن وقضية الجامعات والتعليم, هو لما فتحت الفرنس مثلا لما الفرنس هون عندنا في البير شو أساسها الكويكرز اللي افتتحوها, وفي القدس المدارس التبشيرية واللي موجود في رام الله كمان شو كان أصله التركيز على التعليم, لأنه هذا التعليم أنت بدك تنشئ الولد من هو صغير. هذه أساليب وهذه أساليب إذا بتلاحظوا بدأت لما إحنا وعينا الآن بدأت تفقد على فكرة فعاليتها. اليوم إذا بتلاحظوا اختلفت الأمور كثير, لكن هم كانوا بيستغلوا لما كنا إحنا إيش متخلفين وفي فقر وفي ضعف وأصلا الأمة ضايعة وما فيش حكومات عادلة إلى آخره, والحكومات تكون متآمرة كمان مع هذول الناس. طيب إيش إجاب هذا الكلام؟ قلنا إنه اليوم في أساليب, يعني حتى الغربي لما كان يحتل بقوته العسكرية كان مرات يخلي القوة التبشيرية تسبقه أو تكون معه أو تكون وراه بعد ما يطلع إذا طلع, لأنه النواطير هاي اللي أنتم شايفينها في أكثر بلادنا اللي بسموهم حكام العرب والمسلمين خصوصا في بلاد العرب, لا هذول نواطير ولذلك بيّنت حقيقتهم لما الشعوب أجت بدها تطالب بحقوقها وإذا بهم شو هم أبشع خلق الله على الأرض, يعني الاستعمار أرحم منهم بكثير تمام. طيب الآن نرجع, إذن هو في جهاد طلب وفي جهاد إيش دفع, اثنين موجودات لكن الأصل في جهاد الطلب مصلحة الشعوب. كن قال لك اليوم طيب في نووي أي ماشي, ما هو مثل ما في نووي في هيدروجيني. مين قال لك؟ أنا اليوم كمان مفتوح لي إني أتكلم مع الناس وأقنعها, طب وأنا ليش ألجأ لأساليب ثانية طالما مفتوح المجال إني أتحدث وممكن هو يسلم ويقتنع بالإسلام ويؤثر. وهيكم بتشوفوا أبنائنا في الغرب كل يوم عم بيكسبوا ناس لصالحهم, لصالح الفكرة الإسلامية. والغرب ليش بيكذب على لسان علينا؟ ليش بيكذبوا بزيف الفكرة الإسلامية؟ اليوم مش مشان يزيفها في نفوسنا إحنا زي ما كان في الماضي, اليوم قصده يضع حواجز بين شعوبه والفكرة الإسلامية. بس الفكرة الإسلامية عم تقتحم ليش؟ لأن المسلمين أصبحوا قادرين على التواصل ونقل الفكرة بالشكل الصحيح وعندهم علم وقادرين. واليوم لما قالوا على فكرة
نظام عالمي جديد، نظام عالمي جديد بدأ في 90 مش هيك؟ تقريبا 1990 هذه النغمة، معناها هي موجودة من قبل. نظام عالمي جديد، تصورت الناس انه هالنظام العالمي الجديد هو نوع من خطة، طبعا هي خطة اصلا لسيطرة لسيطرتهم. بس هم على فكرة بدوا يدركوا الان انه الفكرة الاسلامية، انه هم الان مغتاظين على فكرة من المسلمين، انهم مسلمين، المسلمين الاذكياء، المسلمين القادرين على توصيل الفكرة، ومش الحرب العسكرية. والان صاروا قادرين المسلمين في الحرب الفكرية، وانه يكونوا هم المسيطرين وقادرين على نشر الفكرة. بدوا يكتشفوا على فكرة انه هذه العولمة في وسائل الاتصال وغيرها صارت بترتد عليهم سلبي، وعلى الفكرة فكرتهم ضعيفة اصلا في مواجهة الفكرة الاسلامية لما صرنا احنا واعيين. فبالتالي انتم راح تشوفوا في المستقبل قيود، راح يكون في قيود على مثل هذه الامور، ويبدوا يتراجعوا شوية بطريقة او باخرى عما يقولونه من عولمة، مش هيك؟ من عولمة. لانه عندك مليارين مسلم الان، هالمليارين مسلم اكثر على فكرة، سبق اكثر من مرة قلنا، لان انا دارس الموضوع من سنين كانوا المليارين المسلمين، فالان قديش صاروا الان طبعا، وصاروا يتعلموا، وصاروا موجودين في معظم بقاع العالم، ويأثروا. واليوم الوسائل الاتصال هاي صاروا المسلمين يستغلوها كمان، لانه المسلم بدفعوا ايش عقيدته، مش بحاجة تعطيه، يعني انت تدفع له، مش مرتزق هو، وهو في كثير ناس عندهم الدافعية وعم بيأثروا بشكل كبير. نرجع، اذن هذه مقدمات لابد منها برضو في موضوع الجهاد والقتال.